طيب خليني اقول لحضرتك التشخيص، يعني زي ما قلت حضرتك كده انه في بعد عن البحث عن اسباب المشاكل الرئيسيه في القطاع الصحي وكل القطاعات على فكره في مصر. انا رؤيتي ان سبب المشاكل او التشخيص هو غياب السيستم، مفيش نظام، تمام، غياب الرؤيه، مفيش سياسه لوزاره الصحه، تمام، يمشي عليها وزير يكمل الوزير اللي بعده، ودي سبب مصايبنا في مصر. المسألة تمام. شخصانية يعني، يعني يعني وزير يحط وزير نظام. كان مهتم بملف، تمام، جه الوزير اللي كمل مشي فيه 50%، جه الوزير اللي بعده لا مش مهتم بالملف ده، قفله ويبدأ ملف جديد، وده نتيجته بيبقى الفشل. واخد بالك؟ هو مثال على فكرة، ملف فيروسي ما نجحش عشان كان فيه اهتمام من القيادة السياسية بيه. تمام؟ يعني كان في دفع من القيادة فنجح. بالظبط. ملف فيروس سي ده يعني كمثال اللي انا بقوله، ده بدأ من ايام الدكتوره مها الرباط مرورا بالدكتور عادل العدوي اللي دفع فيه وزير الصحه، وحصلت مشاكل ايام الوزير احمد عماد، وكانت هيتعرقل لولا ان كان في انه الرئيس ان الرئيس وجيني. ففي غياب للسيستم وغياب للسياسه. اي خدمه صحيه دكتور محمد او اي خدمه، تمام، بتبقى منتج لتفاعل عاملين، قوه بشريه وامكانيات. تمام. الامكانيات دي هي اللي متمكن القوى البشريه، ان هي الادوات، هي التولز اللي بتعملها. في هدر يعني ويعني محاولات قتل سواء عن عمد او غير عمد للفريق الطبي، العامل البشري، العامل البشري بما فيهم على فكره، يعني مش الاطباء بس، الاطباء والتمريض والفني والعامل، كل المنظومه الصحيه. بس انت بتتكلم عن محاوله قتل عمد او غير عمد، يعني ده يعني كلام خطير عن اهمال. خلينا هقول لحضرتك ليه، هقول لحضرتك ليه عن عمد، لان يعني الـ 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 القياده او السلطات التنفيذيه شايفه المشاكل، تمام، ومش بتتفاعل معاها بشكل ايجابي. هحكي لك في دقيقتين بس رحله طبيب. اتفضل. من وقت ما يتخرج طبيب، دخل كليه الطب وهو عنده 18 سنه، طلع عنده 23 او 24 سنه، اللي احنا دبل اي كليه نظريه. اتخرج طلع له الدراسه 5 سنين بس. ما دلوقتي خمس، هتبقى 5 سنين، تمام. طلع طبيب امتياز بعد 6 سنين ونص، كويس. لقى نفسه يعني بيتقال له يا دكتور وسط المجتمع وبتاع، لقى نفسه في الكليه بيشتغل حرفيا مع احترامي التام للعامل، بيشتغل عامل ترحيل، بيجيب كل شغلانته عامل ترحيل، يا ريته عامل عادي، عامل ترحيل، تمام، لا كل شغلانته عامل استاذ دكتور هشام، كل شغلانته، تمام، ان هو ينقل كيس دم من هنا لهنا، ينقل العيان يروح يعمل له اشعه من هنا لهنا. ده اول ما بيتخرج، ده طبيب المفروض بيتدرب، تمام، بيطلع بعد الا في اقسام ما رحم ربي نتيجه ضغط الشغل بيشغلوه، زي النساء مثلا، تمام، مش نتيجه ان هم عايزين يدربوه، نتيجه ضغط الشغل. بيتخرج بعد فترة التدريب ديت، بيكتب رغبته كأطباء تكليف في الوحدات الرعاية الأساسية. وحدات الرعاية الأساسية في عجز في أماكن، بيضطر إن الطبيب مثلا من دمياط ولا من القاهرة يروح الصعيد، بيلاقي نفسه في وحدة صحية في أقاصي الأرياف هناك، تمام، لوحده، بيتعامل مع المريض لوحده، بيعمل أكله، تمام، بينظف سكنه إذا كان موجود في سكن. بعد ما يقضي فترة التكليف الإجباري، بيكتب على نيابة اللي هي التخصص، تمام؟ بيحط رغبته بناء على المجموع، تمام؟ في فاريشن أو في تفاوت شديد بين مستشفى ومستشفى في مستواها التدريبي والمهني، يعني المستشفى المركزي بتلاقي فيها يعني عدد من الأطباء قليل وإمكانيات ضعيفة، وبالتالي مش هيتدرب. وفي مستشفيات نوعاً ما جودتها أحسن تعليمية، فبيبقى فيها استشاريين وفيها امكانيات، فالطبيب يقدر يتعلم كويس، وده ظلم للاطباء بيعود على المرضى في الاخر. بيكتب نيابته حسب بقى يعني جهده او مجموعه، ان هو يروح مستشفى كويسه يقدر يتعلم فيها. اللي اضاف بقى خلال السنين اللي فاتت ديت، ان بيبعد عن التخصصات اللي هيتحبس فيها، تمام، اللي هيتحبس فيها، اللي هيتحبس فيها في تخصصات، تمام، زي الجراحه والطوارئ حد يموت فيه الجراحه تخدير المسالك.